السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. كنت عند الوالده، فوالده يعني كبيره سن، فيوم جلست عندها شوي وسولفت قالت دريت، قلت ها، قالت دريت ان علي عبد الله صالح مات. فعجبت، قلت سبحان الله، حتى يعني كبار السن اللي ربما لا يدركون يعني سماع الاخبار ومتابعته وكذا، بداوا يهتمون بالمجريات، الاشياء اللي جاريه، وربما يهتمون بها اكثر من غيرها. ايضا كنت في مجلس واحدهم او احداهن عند محارمي مشغوله بجوالها، ولدها عندها قاعد يقول يما، وينادي يمكن 5 دقائق وهي ما التفتت اليه وجالسه على جوالها. ايضا اهتمام الناس بالمجريات والاحداث. انا لا انتقد ان الناس يهتمون بالامور الجاريه والاحداث والامور السياسيه واحداث العالم وكذا، انما اقصد احيانا الانشغال الشديد للانسان بهذه الامور عن امور خاصته، عن ربما تعلم امور شرعه، الاهتمام باسرته، الاهتمام باولاده، الاهتمام بصله رحمه، الاهتمام بالثقافه الشخصيه والقراءه الشخصيه وتطوير الذات وغير ذلك، اقصد الاهتمام بهذه الامور التي فيها تطوير للنفس، هذه أهم من اهتمامه بالمجريات العادية. الله يتقبل منا ومنكم، يجزاكم خير، والسلام عليكم.